السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم يتناول طريقة استخدام المبيد الحشري الخاص بالنباتات. شرحنا بحلقة سابقة عن استخدام المبيد الخاص بالنمل. اليوم راح نشرح عن مبيد طبعا يشمل أكثر أنواع الآفات الزراعية اللي تصيب النباتات، اللي هو هذا المبيد يخلصكم أو يخلص النبات من أكثر الآفات الزراعية اللي تصيب النبات، من ضمنها المن أو العناكب الحمراء، حافرات الأنفاق، وعدة أنواع من الحشرات والآفات اللي تصيب النباتات. لكن هم يكتبون عليه أنه حتى البق الدقيقي أو البق الدبقي، هاي الآفة شوية صعبة، يعني حتى هذا شقد قوي ما يقدر يخلصكم من هاي الآفة. فهاي الآفة عفناها بحلقة، يعني راح أسوي لها حلقة منفردة إن شاء الله، أشرح لكم شلون تتخلصون منها بطريقة كلش سهلة وبمواد موجودة بالبيت. راح نشرح لكم طريقة استخدام هذا المبيد. طبعا هذا المبيد يعني المفروض أي شخص هاوي للزراعة أو عدة نباتات يعني بالبيت ويحب الزراعة، مثل ما لازم يكون عدة أنواع الأسمدة حتى يسمد بها النبات، المفروض أن يكون عدة هذا المبيد الحشري، لأن خصوصا بالربيع وبالصيف تكثر الإصابات الحشرية، فلازم يستخدمه، والمفروض أنه يكون يعرف شلون يستخدمه، لأن إذا ما عرف شلون يستخدمه بالصورة الصحيحة فأكيد راح يتسبب بضرر كلش قوي للنباتات. فأنت من تروح تشتري لا تلتزم بهاي الماركة، يعني مو شرط، اكو هواي نوعيات بالسوق وكلها فعالة وكلها نفس الشيء، يعني ماكو اي اختلاف، مجرد انه تطلب من يمه مبيد حشري خاص للنباتات نفس هذا بيكون سائل. هاي وحدة. اثنين، تقرأ الاكسباير مالته تتأكد من يمه. ثلاثة، من تجيبه للبيت اذا عندك اطفال او هاي حاول ان تخليه مكان بعيد، لأن هذا شوية يكون خطر بشكل والسمية مالته عالية. من تستخدمه حاول أن تستخدمه تلبس جفوف، أو إذا ماكو جفوف من تستخدمه تغسل إيدك أكثر من مرة، لأن شوية هذا المادة مالته تكون قوية وخطرة. نصيحة، من تريد تستخدمه لا تستخدمه داخل البيت، لأن الريحة مالته قوية بشكل، فراح تصير بالبيت تأذيكم يعني. فالاستخدام مالته يكون خارج المنزل، يعني تطلع النبات خارج المنزل وتستخدم له هذا المبيد. وحتى النبات يعني من تستخدم له المبيد لا تدخله رأسا بالمنزل، خليه فد 4 ساعات 5 ساعات تطير من يم الريحة، بعدها دخله للمنزل. هسا نشوفكم شلون طريقة استخدامه. هذا القبق اللي تشوفوه قدامكم، طبعا كل الانواع تجي بيها مثل هاي الاقباقة. هذا القبق هو عبارة عن مقياس، شوفوا هسه يجوز هنا أنا ما تتوضح عندكم، لكن هاي كلها ارقام. هذا القبق كل خط بيخطوط ورقم، كل خط يسوي لك من المادة مالته، يعني اللي تديرها لهذا الخط يسوي لك يحله على 5 لتر مي، يعني الخط الواحد مادة مبيد تحلها على 5 لتر مي. زين، هذا القبق اذا ترسه تحله على 25 لتر مي. هسه انتم اكيد هنا ما راح تستفادون من يمه كلها، يعني يجوز ال5 لترات زايد عليك، لان انت احتمال يعني عندك فد نبتة او نبتين ما راح تستفاد من يمه. بهاي الحالة مثلا انت عندك هاي الدبة بيها قد لترتين مي، هذا البخاخ لترتين مي. فش تسوي؟ حاول ان تقديريا يعني ويا الخط الاخير هاي المادة تقديريا، يعني خلينا نقول قد نص ال5 لتر، يعني 2.5 هاي المادة شوفوها، وتجي تديرها ويا المي. ما يحتاج لك لا تخض البطل ولا هم يحزنون، لان هو مباشرة مجرد ان نزل ويا المي
راح ينخبط من واحد. نصيحة انه تستخدمون البخاخ دائما، يعني بخاخ يكون افضل، مثل هذا البخاخ الزراعي. وتجي عندك مثلا هاي النبتة مصابة، ترش على المنطقة مال الإصابة. اكو بعض النباتات حساسة من هذا المبيد، يعني مثلا اكو الدفن باخية، اكو بعض النباتات الداخلية تكون حساسة من هذا المبيد او الحمضيات. فانت بهاي الحالة من تريد تستخدم هذا المبيد تستخدم لها شيء كلش قليل، يعني مو مثل هسه هاي استخدمته، لا شيء قليل بشكل. اكو نباتات قوية لا، شقد ما تستخدم استخدم، خصوصا ورد الجوري، لان الجوري يتعرض لاصابات قوية من قبل المن او العناكب الحمراء، فشقد ما تستخدم له، يعني حتى لو النبات تغسله غسل بهذا المبيد، لان حكم انه هو راح يكون مخفف بالماء، بالعكس راح تستفاد، راح خلال يعني ساعتين او 3 ساعات راح يقضي لك على هاي الاصابة الموجودة بالجوري. لكن دير بالكم مثل ما قلت لكم الحمضيات او نباتات الزينة الداخلية تستخدمون شيء كلش قليل. بعد ايش عندنا؟ ها اللي يسألون على سعر هذا المبيد، يعني هواي اصدقاء يسألون، طبعا سعره كلش رخيص، يعني سعره ما يتجاوز 3000 دينار، وموجود عند اهل المشاتل. واللي يسأل على صفحتنا او على يعني صفحاتنا الشخصية على الانستغرام او الفيسبوك، ان شاء الله راح اخلي لكم الرابط مال صفحتنا انستغرام بصندوق الوصف او بتعليق علني. هذا كل ما يتعلق بطريقة استخدام المبيد الحشري. ان شاء الله بالحلقة القادمة راح نشرح لكم على الطريقة شلون تتخلصون من البق الدبقي الطرق كل السهلة. نتمنى ان تكون حلقة مفيدة، ونتمنى ان تكونون استفادتم منها، وفي مع الله.